من تعاطي المخدرات إلى تزوير محررات رسمية مروراً بمغادرة كابينة القيادة أثناء الرحلة، وقائع تلخص نتيجة تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري سوهاج قبل أسبوعين، والذي أودى بحياة 20 راكباً وأدى لإصابة 200 آخرين. هؤلاء المتهمون سيحالوا إلى محكمة الجنايات باتهامات القتل والشروع في القتل والإهمال وتعريض، بجانب جناية أخرى هي تعاطي المواد المخدرة. نحن نتحدث عن عقوبات حددها القانون المصري فيما يتعرف بعقوبة القتل الخطأ أو والإصابة الخطأ، ولكن من السابق لأوان أن احنا نتوقع، ولكن القانون قال أن هو من السجن المشدد إلى المؤبد في القتل الخطأ. حادث اصطدام قطاري سوهاج يعيد إلى الأذهان حادث اصطدام جرار قطار برصيف محطة القطارات الرئيسية في رمسيس قبل عامين، حادث مهد لإجراء تعديلات تشريعية تغلظ عقوبة تعاطي المخدرات إلى الفصل من الوظيفة. وزارة النقل طلعت بيان بعد ساعة من وقوع الحادث قالت فيه ان في مجهول شد فرامل اليد، في حين ان تحيات النيابة وسماع اقوال عدد كبير من الركاب وعدد من الكمسارية داخل القطار اكدوا ان ما فيش حد شد فرامل، ولكن هو خطأ بشري متكامل، يعني منظومة متكاملة من الإهمال، إهمال من رئيس المنطقة المركزية في أسيوط، إهمال من سائق القطارين، إهمال من مساعدي السائقين، إهمال من عمال الأبراج. أخطاء بشرية إذن يرتقي بعضها لدرجة الجرائم الجنائية، أسفرت بحسب نتائج التحقيقات عن وقوع هذا الحادث الدموي الذي أدى إلى جانب الخسائر البشرية لحدوث أعطال في القطارين تسببت في خسائر تقدر بنحو 26 مليون جنيه، في وقت تنفق الدولة المصرية مليارات الدولارات لتطوير منظومة إشارات السكك الحديدية وتحديث أسطول القطارات. رغم ما يشهده مرفق السكك الحديدية من خطط تطوير وتحديث، إلا أن تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري سوهاج تظهر الحاجة الملحة للارتقاء بالعنصر البشري الحاضر دائما في لائحة المتهمين بالمسؤولية عن هذا النوع من الحوادث في هذا القطاع الحيوي. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.